ياسمين سايب اللبن بيفور. سايب احمد بيعيط كده ليه؟ انت ما اكلتوش من ساعتها؟ تعالي يا روحي، تعالي 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 يا مامي، يا روحي انا، يا روحي انا، بس يا مامي بس، بس يا روحي بس حبيبي. انا كنت بسخن اللبن عشان اكله. معلش يا حبيبي، خلاص حصل خير، طمني. المهم انت عملت ايه النهارده؟ يا روحي انا رحت الجامعه لقيتهم رفضوني. رفضوك ازاي؟ رفضوك ليه؟ عشان ما ينفعش ادرس للطلبه. يعني ايه يا سليم؟ بس انت ما عملتش حاجه غلط، وكل اللي حصل لك ده كان ظلم. حاولت اشرح لهم الموضوع ده بس ما فهموش. يعني ايه هتسكت؟ انت المفروض تقدم فيهم شكوى. نفس المجلس اللي خد قرار برفضي هو المجلس اللي هتروح له الشكوى. طب وبعدين والعمل؟ ولا حاجه، ادور على شغل تاني. والتدريس والجامعه والدكتوراه اللي كنت بتحضرها وتعب السنين دي كلها يروح كده؟ ومش هينفع نعلق نفسنا بحبال دايبة. باب الجامعة اتقفل خلاص، وإذا ما كنتش هلاقي شغل قريب مش هنلاقي حاجة نصرف منها. حبيبي أنت ما تشغلش بالك بالفلوس، أنا معاك وبشتغل وهساعد، ما تشغلش بالك بالفلوس. لو مش عايزة تضايقيني بلاش تقولي الكلام ده تاني. أنا هدور على شغل وأكيد هلاقي حاجة أشتغلها، هي كده كده مبقتش فرقة، أشتغل أي حاجة. يلا يا جماعه رايحين نتفسح، هنتاخر من اولها. بس ليه فواز اللي جنبك؟ هاتهولي. عايز الافوميتر ده، وعايز مسدس اللحام ده كمان، وعايز دي، عايز الزيت القصدير. عايز كام؟ بابي سليم قاعد تعبان، تعالي نفتح الباب الأول وبعدين نروح نقعد مع بابي. تعالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى الباشمهندس سليم موجود؟ أيوة موجود، اتفضل. الناس عايزينك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الباشمهندس سليم مش كده؟ أيوة، مين حضرتك؟ عبد الله المحلاوي من طرف علي عبد الرحمن رحمة الله عليه. اتفضل يا فندم، واقف ليه؟ اتفضل. بسم الله. حضرتك تشرب ايه؟ بارك الله فيكي، مش عايز اتعب حضرتك. انا بس جاي اتكلم شويه مع الباشمهندس دي، اذا ما كانش عندك مانع. طبعا تحت امرك، اتفضل. اولا انا اسف اني جاي لك من غير ميعاد سابق، اصلا مش من هنا. ثانيا انا بصراحه ما كنتش عارف اتصل بك ازاي. حضرتك تنور في اي وقت، والبقاء لله فعلي ولو انها متاخره شويه. الحمد لله على كل شيء. المهم طمنا عليك، انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، على الاقل انا خرجت. انا حاولت اعمل كل حاجه اقدر عليها علشان علي يكون قاعد معانا دلوقتي، لكن صدقني ما قدرتش. عارف عارف، من غير ما تقول عارف. على الله يرحمه حكينا عنك كتير، وحكينا عن كل اللي عملته عشانه، لكن هنقول ايه بقى؟ لله الامر من قبل ومن بعد. نعم بالله. المهم انا لما رحت لك الجامعه عرفت انهم مشوك بسبب اللي حصل. لا حول ولا قوه الا بالله. قل لي ناوي على ايه؟ اديني بدور على شغل، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. لا انا مش بسالك عن الشغل، انا جاي اعرف هتاخد حقك ازاي. تقصد ايه؟ قصد اللي اتعمل فيك انت وعلى الله يرحمه. ايه ناوي تسكت بعد كل اللي حصل؟ وهو انا في ايدي ايه اعمله؟ ما هو ده اللي انا جاي علشانه. انا جاي عشان اساعدك. تساعدوني في ايه؟ يساعدك تاخد حقك وحق على الله يرحمه، وتنتقم من كل اللي عمله فيك كده. قلت ايه؟ شرفت يا حاج. كده يا خسارة. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عايز إيه يا سليم؟ اللي مصحيك لحد دلوقتي بتعمل ايه؟ ولا حاجة، كملي نوم. طب عايز حاجة اعمل لك حاجة تشربها؟ لا.
اركن اركن، عايز انزل. فيه ايه؟ مالك؟ قبل ما تقتل حد في الداخليه لازم انت تبقى عارف هتهرب ازاي. انت حتى ما قتلتوش، بالك لو كان شافك كان هيعمل فيك ايه؟ دقيقة واحدة وكنت هتروح في 60 داهية. وانت عرفته ازاي؟ زي ما عرفنا انك بتدور على شغل، وزي ما شفناك بتشتري حاجات لا يمكن تيجي في دماغ حد انه يعمل منها قنبلة. احنا نعرفك من قبل كده. بص يا باشمهندس، احنا هنتكلم وهنفهمك احنا عايزين منك ايه وليه. انا لا هتكلم ولا هسمع. انا قلت لك قبل كده ان انا مش هساعدكم، فاهم ولا لا؟ لا يا باشمهندس، هتكلم وانت هتسمع. انت محتاجنا تدرى فينا، وإلا هو بلاغ صغير قد كده وهم يتصرفوا معك بمعرفتهم. شكر. ايوه اهرب. ايه؟ جايين يقبضوا عليك دلوقتي. انت هتعمل ايه يا مجنون؟